وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على الجديد لديك من داخل الهيئة؟ نعم، تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين. نحييكم من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نتابع معكم مباشرة اللجنة لاستقبال طلبات راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الرابع على التوالي. هذه اللجنة بدأت أعمالها في 5 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 14 أكتوبر. فتحت اللجنة أبوابها منذ 9 صباحا وبالتأكيد تستمر حتى 5 مساء اليوم، لكن حتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد من المرشحين المحتملين حتى الآن. لكن كما تم الإعلان من قبل الحزب المصري الديمقراطي أن المرشح المحتمل فريد زهران سيتقدم بأوراق ترشحه في مساء هذا اليوم، ونحن يعني في انتظاره بانعقاد كل اللجنة بكامل أعضائها. من خلفي كما ترون اللجنة بكامل أعضائها برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، منعقدة لاستقبال أي من المرشحين المحتملين للتقدم للخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وبالطبع أيضا الحملة الخاصة بالمرشح الرئاسي عبد السند يمامة أعلنت أنه سيتقدم بأوراق ترشحه غدا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وأيضا يعني اللجنة تباشر عملها من خلال وجودها في هذا المقر وفي هذه القاعة التي أعدت خصيصا لاستقبال كل المرشحين الراغبين في التقدم بأوراقهم بالمستندات والأوراق التي كانت وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات. فحتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد سوى المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الذي تقدم بأوراق ترشحه وكيله القانونية المستشار محمود فوزي بالأمس للهيئة الوطنية للانتخابات. وكما أعلنت الهيئة أنه تم استقبال كل الطلبات وكل المستندات الخاصة والتي كانت قد أعلنت عنها فيما يتعلق بحصول المرشح عبد الفتاح السيسي على تزكية 424 من مجلس النواب، بالإضافة إلى 1,130,105 تأييد من المواطنين. وأيضا يظهر من خلف الأعضاء اللجنة في الخصيم بوجود الأجهزة الإلكترونية التي تقوم بفحص كل طلبات التأييد والتأكد من أن طلبات التأييد الخاصة بأي مرشح سيتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التأكد من أن التأييد المواطنين ومن حرر هذه التوكيلات هم من يحق لهم التصويت ومقيدون بالجدول الانتخابي أو بالقائمة التي يحق لهم التصويت الانتخابي. فهناك عمل كبير تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات. وفيما يتعلق أيضا بالتوكيلات وتأييد العمل تأييد أو توكيلات للمرشحين في المحافظات، كان هناك بيان سابق للهيئة في التوسع في عملية فتح المكاتب الشهر العقاري وأيضا استمرار العمل حتى بعد الساعات الرسمية حتى يتسنى لكل من يريد أن يحصل على تأييد من المواطنين في الحصول على هذه التوكيلات. ولعل أبرز بالطبع يعني من يتقدم من المرشحين يتقدم بأوراق ترشحه المطلوبة والمستندات المطلوبة، لعل من أهمها شهادة الخدمة العسكرية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأيضا الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو 25 تأييد من المواطنين من 15 محافظة من يحق لهم التصويت والمقيدين بقاعدة الناخبين، وأيضا الحصول على الشهادة الطبية. ونحن يعني نتحدث الآن الحصول على الشهادة الطبية وأيضا الحصول على بعد أن أجرى طبعا كل الفحوصات الطبية الخاصة سواء في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة أو حتى مستشفى الشيخ زايد التخصصي أو حتى في معهد ناصر لإجراء الفحص الطبي للمرشح الذي سيتقدم، بالإضافة بالطبع إلى الأوراق الأخرى والتأكيد على الحصول على التزكية أو حتى الحصول على طلبات تأييد المرشحين. ونحن نتحدث الآن على الهواء مباشرة، وصل بالفعل المرشح الرئاسي فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وصل بالفعل للتقدم بأوراق ترشحه. يعني نحن على الهواء مباشرة نتابع معكم الآن وصول المرشح الرئاسي فريد زهران ومعه بالطبع
بالطبع المندوبين الخاصين به للتقدم بأوراق ترشحه، كما أعلن منذ قليل بعد أن أنهى الكشف الطبي الخاص به اليوم في صباح هذا اليوم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. بالطبع سيستقبله المستشار أحمد بن داري، وهو المدير أو مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة المنعقدة من خلفي. بالطبع هناك عدد كبير من وسائل الإعلام يعني تقوم بتغطية هذا الحدث وتغطية إجراءات استقبال اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين الرئاسيين. سيجلس المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فريد زهران، سيقدم كل الأوراق وكل المستندات التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوافر كل هذه الأوراق وكل هذه المستندات بالفحص الدقيق من قبل اللجنة المنعقدة. وبعد ذلك بالتأكيد سيكون هناك مؤتمر صحفي في نهاية هذا اليوم بعد 5 مساء، وهو غلق باب أو يعني إغلاق الباب في اليوم 4 لتلقي طلبات الترشيح. سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالمرشح الرئاسي الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية فريد زهران، عن عدد التزكيات التي قدمها، أيضا عن توافر الشروط وأيضا توافر كل المستندات والأوراق المختلفة. فبالتالي سيتم الإعلان عن كل التفاصيل، وأيضا بعد أن اللجنة تستلم هذه الأوراق وهذه المستندات تقوم بفحصها والتأكد من كل التأييدات أو التزكيات المقدمة مع العضو. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه التفاصيل في الخدمة الإخبارية القادمة. جزيل الشكر لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالطبع سنتابع معك كل ما هو جديد. شكرا لك.